للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. سيد ناجي، بعد التحية، كيف ترى الاجتماع القادم لمجلس أمناء الحوار الوطني مع الحكومة الجديدة؟ وما هي أهم الأولويات التي من الممكن أن تكون موضع للنقاشات ما بين الحكومة وما بين الحوار الوطني وأمناء الحوار الوطني ومطالبات وتعبيرا عن فئات الشعب المختلفة؟ يعني بداية هذا الاجتماع المرتقب هو اجتماع مهم، لأنه هو سيضع النقاط على فرق الحروف. سيكون موضوعه هو كيف تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي أخرجها لنا الحوار الوطني في مرحلتي الأولى والثانية، وهي توصيات مهمة 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 جدا على طريق تنفيذ كل التكليفات التي كلف بها الرئيس الحكومة الجديدة، لأن توصيات الحوار الوطني كانت توصيات في كل المجالات المختلفة، وكانت في مجال الإصلاح السياسي والانتخابي أو في مجال الإصلاح الاقتصادي أو في مجال البنية التحتية وفي مجال الصناعة والزراعة، وهي كلها مهام الحقوق الرئيس السيسي وضعها في صدر خطاب تكليفه للحكومة، وأيضا أكد عليها في تهنئته للشعب المصري بالعيد الحادي عشر ثورة 30 يوليو المجيدة. وأعتقد أن من المطلوب في هذا الاجتماع أن نصل إلى اتفاق واضح تماما كيف تقوم الحكومة الجديدة. طيب، أود أن أسألك سيد ناجي عن أهم الملفات المطروحة على الحكومة، وما هي الملفات العاجلة التي من الممكن أن تقوم الحكومة بتنفيذها في ضوء ما وصل إليها من تكليفات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الرئيس كان واضحا تماما، وبيطالب الحكومة الجديدة بتخفيف معاناة الناس، طالبها بالسيطرة على الأسواق والحد من الغلاء، وهذا معناه أن الحكومة الجديدة عليها أن تقوم بضبط الأسواق، عليها أنها تقوم بمكافحة الاحتكار ورشع التجار، وهي مهمة جدا لكي نحقق الرضا الشعبي الذي نأمله جميعا. الرئيس طلب من الحكومة الجديدة أنها تهتم بملف التصنيع، سواء كان تصنيع صناعي أو تصنيع زراعي، وهذا معناه أيضا من اهتمام بالتصنيع علينا أن احنا ننفذ كل ما عرفه الرئيس أكثر من مرة، من ضرورة توطين الصناعة في مصر، من ضرورة تعميق الصناعة في مصر، من ضرورة تطوير المصانع الحالية وتحديثها، من ضرورة أن نحول مصر إلى مصنع عالمي، من ضرورة أن احنا نطبق على الواقع على الواقع تنفيذ حلمنا جميعا وحلم الرئيس بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القاعدة الصلبة والعريضة للتصنيع في مصر، وذلك عن طريق منح قروض ميسرة للشباب. أيضا الحكومة الجديدة أنها تضيف المئات الألوف من الأبدنة بالفعل. مما لا شك فيه سيد ناجي الشهاب رئيس حزب الجيل، هي ملفات عديدة مطروحة على طاولة النقاش ومطروحة أيضا للحكومة لتنفيذها من أجل يعني تحقيق رضاء الشعب المصري عما تقدمه الحكومة في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على كل أحوال، شكرا جزيلا ضيفي الكريم رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، شكرا جزيلا لك.